مرحبا جميعا. اليوم راح احكي عن شوية بيسكس للالكترونيكس مشان تكون هي مدخل للاشياء اللي احنا راح نتعلمها بالاردوينو. فراح نحكي عن شوية شغلات احنا بنحتاجها بالالكترونيكس. هلا بالبداية اول اشي لما نيجي نحكي عن الالكترونيكس احنا بنحكي عن الالكتريكال انرجي، يعني كل الديفايسز او اغلب الديفايسز اللي احنا بنتعامل معها بيتم تشغيلها او استخدامها من خلال الالكتريكال انرجي. طيب هلا بالبدايه خلينا نتعرف على مبدا الفولتس. فلما يكون في عندنا مجموعه بطاريات زي البطاريات اللي احنا شايفينها، مثلا في بطاريات بتعطينا 9 فولت، في بطاريات بتعطينا 3 فولت، طبعا حسب كيف الكونكشن بيناتهم. ممكن البطاريه تكون بتعطينا 1.5 فولت ولكن بتوصيلها ان سيريز بطاريتين ورا بعضهم البعض بتعطينا اللي هو المجموع فرق الجهد الكهربائي او الفولتج. وبالاضافه انه في بطاريات ايضا او توصيل للبطاريات بشكل انه ممكن يعطينا 5 فولت او قريب من ال 5 فولت. هلا اول شيء تعريف الفولتج، لو نيجي نحكي تعريف الفولتج، تعريف الفولتج لو نتخيل احنا انه في عندنا تنكين من المي زي ما احنا شايفين هون بهاي الصوره، واحد فيهم مليان او الليفل تاع المي فيه عالي والثاني فاضي، توصيلهم من تحت ببايب بالشكل زي ما احنا شايفين بالشكل راح يخلي انه المي تنتقل من الليفل الاعلى الى الليفل الاقل عبين ما يصيروا اثنيناتهم بنفس الليفل. هلا فعليا الفولتج او تعريف الفولتج هو نفس الشيء اللي احنا حكيناه هلا في المي وفي طاقه المي. فاحنا لما يكون في عندنا تو تيرمينال للبطاريه، واحد منهم بوزيتيف سايد والثاني نيجاتيف سايد، فهو فعليا بتتصنع البطاريه بشكل انه يكون فيها كيميكال رياكشنز تخلي النيجاتيف سايد فيه كميه من الالكترونز اكبر، او مستعد النيجاتيف سايد يفقد الكترونات، فمشان هيك بنسميه الكاثود، يفقد الكترونات، والبوزيتيف سايد بكون بالعكس هو فيه البروتونات اكثر فهو مستعد انه يستقبل الكترونات، فمشان هيك بنسميه الانود. ففعليا احنا لما نوصل سيركت ما بين البوزيتيف سايد والنيجاتيف سايد للبطاريه، هو الالكترونات بتبلش تنتقل من النيجاتيف سايد للبوزيتيف سايد، ولكن الكرنت التيار الكهربائي اصطلاحا، او طبعا شو تعريف التيار الكهربائي نرجع مره ثانيه نحكي عنه او نذكر فيه، اللي هو كميه الشحنات او التشارجز اللي بتمر في الكوندكتيف خلال الثانيه الواحده. فاحنا هون لما نيجي نحكي انه وصلنا سيركت ما بين النيجاتيف سايد والبوزيتيف سايد للبطاريه، فكانه احنا هون بنحكي انه هاي الالكترونات بلشت تتحرك من النيجاتيف سايد للبوزيتيف سايد. بس فعليا التيار الكهربائي او اصطلاحا التيار الكهربائي دائما ينظر اليه انه هو بتحرك من البوزيتيف سايد للنيجاتيف سايد بسبب افتراضا كان هذا الحكي، ولكن بعدين اثبته احد العلماء، اثبت انه الصحيح انها الالكترونات اللي بتتحرك ومش البروتونات. هذا راح نحكي عنه بتفاصيل بالتفصيل يعني بالكورس تاع الالكترونيكس، ولكن خلال هذا التوتوريال راح نتعلم البيسكس اللي احنا بنحتاجها عشان نتعامل مع الالكتريسيتي من خلال الاردوينو او بتوصيلها بالاردوينو. فانا مثلا لو اجي بدي ابني سيركت داره كهربائيه بسيطه، فانا بحتاج دائما للبوزيتيف سايد وللنيجاتيف سايد، نيجاتيف سايد مشان تصير منه الالكترونات تنتقل وتروح للبوزيتيف سايد. خلينا نشوف مثال. هلا المثال مثلا انا راح استخدم الليد لايت سيركت بالاضافه لريزيستر، راح اوصلهم مع بعض ان سيريز. طبعا من الكومبوننتس اللي احنا بنستخدمها بالالكتريكال سيركت او راح نستخدمها خلال هذا الكورس اللي هو اسمه بريد بورد اللي احنا شايفينه هذا قدامنا، هو بروتوتايبنج بورد احنا بنشبك عليه الالكترونيكس كومبوننتس مشان يعني بس للتستنج. احنا فعليا ما بتكون هذا الفاينل برودكت تاعنا، ولكن للتستنج بنستخدم البريد بورد. فاحنا راح نستخدم هذا البريد بورد. الكونكشن على البريد بورد راح اشرحه هون بالتفصيل، اللي هو راح يكون عندي كل رو من هدول الرورز هم مشبوكين مع بعضهم البعض، في بيناتهم كونكشن. اي رو من هدول الروز كليتهم عباره عن 1 بوينت كانهم بالالكتريكال سيركت، فهم مشبوكين على بعضهم البعض. فمثلا اذا بدي اشبك الريزيستر ان سيريز مع هذا الليد لايت، فانا اثنيناتهم تو تيرمينالز تاعينهم المشتركين او اللي بدي اشبكهم ببعض بحطهم بنفس الرو وهكذا. اما بالنسبه للكولومز الموجودين هون اللي هم عباره عن في واحد منهم عند اللون الازرق خط ازرق، والثاني عند لون احمر خط احمر، فهدول مشبوكين الكولومز مع بعضهم البعض، يعني هاي النقطه منفصله تماما عن هاي النقطه، ولكن ككولوم كامل كعمود كامل هون كليتهم مشبوكين مع بعضهم البعض.
اما هون بهاي المنطقه الروز اللي هي بتتكون تقريبا من خمسه بوينتس، بتكون الرو الواحد مشبوكين مع بعضهم البعض وهم منفصلين عن الجهه الثانيه، يعني هاي الجهه ما لها اي علاقه بالجهه اللي فوق. طيب نرجع للسيركت تاعتنا. احنا بالنسبه لنا لازم الليد لايت هو عباره عن كومبوننت بيحول الالكتريكال سيجنال، طبعا مصنوع من السيمي كوندكتورز، بيحول الالكتريكال سيجنال للايت سيجنال او لايت انرجي. طيب في له بوزيتيف سايد وفي له نيجاتيف سايد. هلا من خصائص الليد لايت انه احنا لازم ننتبه انه الليد لايت لازم يكون في له بوزيتيف تيرمينال ونيجاتيف تيرمينال، ولازم البوزيتيف تيرمينال يكون كونكتد مع البوزيتيف تيرمينال البطاريه عشان يقدر يسمح للكرنت يمر من خلاله، فهو بيشتغل بدايركشن واحد للكرنت. فالبوزيتيف تيرمينال هون هيو مكتوب جنبه الانود موصول بريزيستور، والريزيستور موصوله على البوزيتيف تيرمينال ل البطاريه. ياخذها هيك شوي. طيب هلا احنا فعليا هيك وصلنا البوزيتيف سايد للسيركت تاعتنا. هلا النيجاتيف سايد، بالنسبه للنيجاتيف سايد بناخذ الطرف الثاني من السيركت، اوكي، بنوصله بهالشكل. عاده احنا النيجاتيف سايد بنستخدم اللون مشان نميزوه، بنستخدم اللون الاسود، والبوزيتيف سايد عاده بنستخدم اللون الاحمر عشان نميزه. فاحنا هيك صارت في عندنا سيركت كامله، صار نبلش من البوزيتيف سايد للبطاريه، البوزيتيف سايد للبطاريه كونكتد مع الريزيستنس، هي اثنيناتهم بنفس الرو، الريزيستنس كونكتد مع الليد لايت، اثنيناتهم تو تيرمينالز بنفس الرو، مش اي تيرمينال للليد لايت، احنا بنستخدم الانود تيرمينال مشان هو اللي يكون مشبوك على البوزيتيف سايد للبطاريه، والنيجاتيف سايد للليد لايت مشبوك على سلك ورايح على النيجاتيف سايد للبطاريه. فانا هلا صار في عندي سيركت كامله، صار الكرنت مسموح له هلا يمر من خلال هاي السيركت، من خلال الليد لايت بحول الكتريكال انرجي للايت انرجي، بعدين برجع مره ثانيه على البطاريه. احنا هاي مثلا واحدة من السيركتس اللي فيها السورس للانرجي اللي هو البطاريه، هون عباره عن 3 فولت، بطاريتين 1.5 1.5 مشبوكين ان سيريز فبعطونا 3 فولت بالمحصله، وفي عندي الجهه الثانيه اللي هو الليد لايت سيركت بالاضافه للريزيستور. الريزيستور احنا طبعا هون خليني احكي عن الريزيستور شوي، وظيفه الريزيستور في هاي السيركت هي المقدار تاعها هو عباره عن 220 اوم. هلا راح نشرح تفاصيله شو علاقه الريزيستور، بس فعليا وظيفتها حمايه ال اي دي من الكرنت العالي. يعني ال اي دي له ليميت للكرنت، زي ما احنا شايفين انه واصلين الليد لايت ان سيريز مع الريزيستور، ففعليا الكرنت اللي راح يمر بالريزيستنس هو نفسه راح يمر بالال اي دي. فوظيفه الريزيستور تقلل من مقدار هذا الكرنت اذا كان هذا الكرنت كثير عالي، فبالتالي نحمي الال اي دي من انه يخرب او انه يصير في تلف بسبب هذا الكرنت العالي او هاي الهاي انرجي اللي ما بيقدر يتحملها. طبعا احنا بنقدر نتاكد انه كم الليمت للكرنت للليد لايت بالرجوع للداتا شيت الخاصه فيه. طيب هلا طبعا هذا الهون اللي احنا بنحكي عنه هو اللود سيركت، هذا الكومبوننتس اللي هون هم اللود كومبوننت، ممكن يكونوا عباره عن دي سي موتور زي ما احنا شايفين، هذا عباره عن دي سي موتور، ممكن انا اشبكه على البطاريه واشوف شو النتيجه. طبعا نفس المبدا، انا الدي سي موتور هذا فيه شيء بنحكي له انترنال ريزيستنس، او نفس زي الريزيستنس هاي او الانترنال ريزيستنس للليد لايت، وبالتالي مشان يشتغل هذا الموتور لازم يمر من خلاله كرنت، وهذا الكرنت مشان يكون موجود لازم يكون في عندي مصدر للفولتج، لازم يكون في عندي في ديفرنس بالليفل للالكترونز او للتشارج نيجاتيف تشارج بين النيجاتيف تيرمينال والبوزيتيف تيرمينال للبطاريه. طيب هلا خلينا نشوف هاي السيركت بطريقه عمليه اكثر. راح انتقل لشغله ثانيه، نشوف السيركت من خلال الرموز. طبعا زي ما احنا شايفين هاي هي نفس السيركت اللي احنا كنا نتعامل معها قبل شوي، بس هون هي عباره عن كومبوننتس الحقيقيه اللي احنا ممكن نشتريها من السوق ونركبها مع بعض. والسيركت الثانيه اللي هو هون احنا شايفين زي ما احنا شايفين هي عباره عن الرموز اللي احنا بنستخدمها، الالكتريكال سيمبلز اللي احنا بنستخدمهم لانه نوصل السيركتس او نرسم السيركتس مع بعضهم البعض. طيب خلينا نشوف الاشياء الموجوده. اول شيء في عندي ريزيستور مقدارها 120 اوم، في عندي الليد لايت، طبعا الريزيستور في لها رمز ثاني بيكون على شكل زيجزاك، خط على شكل زيجزاك، وفي عندي هون الليد لايت هو نفس الرمز تاع الدايود، ولكن بيختلف انه في عليه هاي الاسهم مشان يدل او اشاره الى انه احنا بنحول الالكتريكال انرجي لللايت انرجي، بالاضافه للسويتش اللي هو هذا بنسميه سنجل بول دبل سنجل بول سنجل ثرو سويتش، في عنده طرفين بس سنجل، هذا بنسميه
البول، وهذا بنسميه الثرو. فعندي سنجل بول سنجل ثرو، وفي عندي البطارية. عادة هي عبارة عن تو ستيكس، الستيك الطويلة هي البوزيتيف سايد والستيك القصيرة هي النيجاتيف سايد، واحنا بإمكاننا نغير الفولتج فاليو للبطارية. خلينا نشوف هاي السيركت لما تشتغل. زي ما احنا شايفين هدول لونهم اصفر، النقاط اللي لونها اصفر هاي بتعبر عن الكرنت، انه كيف الكرنت راح يتحرك. فاحنا خلينا نشوف لما نعمل سويتش اون للسيركت، الكرنت اللي عم بتحرك بهاي السيركت المقدار تاعه زي ما احنا شايفين هو عبارة عن 23 ملي امبير، والباور اللي خلال هاي الريزيستنس هي عبارة عن 46 ملي وات. هلا خلال هاي الريزيستنس اللي هي عبارة عن 120 اوم، وزي ما احنا شايفين الليد لايت اشتغل، الليد لايت اللي هو الليد لايت بالمناسبة هذا الليد لايت الليميتيشن تاعه 30 ملي امبير، فبالتالي ما دام الكرنت هو عبارة عن 23 ملي امبير فالليد لايت راح يشتغل بشكل عادي بدون ما يكون اي في مشاكل. هلا واحدى الطرق اللي انا بامكاني ازيد فيها الكرنت اني اقلل مقدار المقاومه، بافتراض اني حطيت مقاومه مقدارها 20 اوم، انا هيك قللت من مقدار المقاومه لدرجه انه الكرنت اللي مر من خلال هذا الليد لايت كان 52 ملي امبير، اللي هو اعلى من الليمت لهذا الليد لايت، الليمت تاعه 30 ملي امبير، فبالتالي خرب الليد لايت بسبب المقاومه القليله. اذا انا عندي هاي احدى الطرق اللي بامكاني من خلالها ازيد الكرنت. هلا الطريقه الثانيه، انا بامكاني ازيد الكرنت من خلال الفولتج. يعني لو انا زدت مقدار الفولتج تاعت السورس خليتها مثلا 10، انا هون عم بزيد برضو الكرنت، فبالتالي انا بعرض الليد لايت لكرنت اعلى بسبب الفولتج العالي. فبالتالي احنا كل ما زادت الفولتج بيزيد الكرنت، والثابت اللي بيتحكم بهاي الايكويشن اللي هو 120 اللي هي الريزيستنس اللي هي عندنا هون 120 اوم، وهذا القانون او هاي العلاقه هي معروفه بقانون اوم، راح نحكي عنها بالتفاصيل بالتوتوريال تاع الالكترونكس، وناخذ ونستخدم المليمتر مشان نقيس هاي القراءات. طيب ليش احنا بنتعلم هاي الشغلات؟ لانه احنا بحاجه هاي البيسكس اللي احنا حكينا عنها خلال هذا الفيديو عشان نفهم كيف احنا راح نتعامل مع الالكترونيكس كومبوننت، وكيف راح نوصلهم مع الاردوينو، لانه كل الالكتريكال سيجنالز اللي بتطلع من الاردوينو هي وظيفتها انها تتحكم بالالكترونيكس كومبوننتس اللي احنا شابكينها فيها. فبالتالي انا خلال شغلي بالاردوينو بدل ما يكون في عندي سويتش مثلا راح يكون عباره عن سمارت ديفايس، بدل ما يكون في عندي سويتش عم بعمل اون اوف من خلاله، راح تكون هي الكنترولر هو اللي بيشتغل هذا الشغل، هو اللي عم بيعمل اون اوف من خلال البروجرام اللي انا بنزله على هذا الكنترولر. فاحنا بحاجه لفهم البيسكس تاعت الالكترونكس اللي حكينا عنها، بالاضافه لندخل راح ندخل طبعا بكل كومبوننت، ولما نيجي نحكي عن السنسرز ونيجي نحكي عن الموتورز راح نحكي شويه عن خاصيه كل واحد فيهم او كيف نتعامل مع كل واحد فيهم وكيف نشبكه مع الكنترولر. بس كبدايه الاشياء الاساسيه اللي حكينا عنها اليوم هي كافيه لنبدا نتعلم اكثر عن الاردوينو وكيف نشبك الكومبوننتس مع الاردوينو.